خلي بال حضراتكم، عم عبد الرحمن السيد قال لنا إن نبات البردي محصول صيفي بيتحصد بداية من شهر إبريل لغاية شهر أكتوبر، وبيستمر في الأرض 10 سنين، وبيتزرع بنظام الشتلات، والفدان بيشيل 400 شتلة، وأول سنة تقريباً مفيش محصول وبيبقى ضعيف جداً، لكن في السنة التانية بتقدر تحصد منه كميات كبيرة صالحة لإنتاج ورق البردي، يعني سهل تقشيره وتشريحه ونقعه في مية بالكلور والبطاس عشان يبقى سهل التشكيل، وبعد كده زي ما حضراتكم شايفين يترس كشرايح بالطول وبالعرض، وبعدها يتكبس ويتجفف. وفي طريقة تانية في التصنيع انهم يطبخوه في مية سخنة ويدقوا عليه بمطارق خشب وبعدها يتجفف. معرض تراثنا معرض كبير جدا، هو خاص لحضراتكم، يعني هو معرض الحرف التراثيه واليدويه. تمام. وانتم مهنه يدويه وتراثيه. تمام. انتم من ايام الفراعنه ما بيشاركوش فيه؟ والله احنا يعني مش عندنا فكره عنه بالامانه، عشان برضه ابقى ايه زائد، ما حدش دعانا. بترشح من المحافظه هنا؟ المحافظه بترشحنا لحاجات، بس هم عايزيننا ان احنا نطلع على حسابنا، واحنا مش عندنا استعداد يعني ان احنا نطلع او نكلف، لان انت عارف حضرتك الشغلانه يدوبها يعني يدوبها ماشيه نفسها. هو انت طاقتك كم فرخ في اليوم او كم ورقه في اليوم؟ يعني اعتبر 100 ورقه. لما 100 ورقه؟ اه لو مقاس كبير 10 ورقات. حضرتك بتبيع بكام الورقه؟ لما يبقى في سوق ممكن الورقه ب 30 في 40 ديات من 5 ل 8 جنيه. في ايام الكورونا كنا بنباع بجنيه ونص و2 جنيه عشان نصرف ونقدر نصرف على بيوتنا. والفرخ الكبير ده لو متر في مترين؟ الفرخ الكبير ده نزل لحد بقى ب 60 جنيه. النهارده ممكن مثلا ب 100 150 120 على بص هو حضرتك عرض وطلب وسوق، في واحد بيجي يقول لك انا عايز كذا بتقول له بكذا، والله ماشي معاه، بقول لك اخدها، مش كده مش ما باخدهاش. في الاول وفي الاخر في سوق وفي سياحه، الورقه بتمشي، ما فيش بيع ولا شراء. انا يهمني ان انتوا شغالين ومكملين، وانت إن شاء الله. انا شفت عندك ستات كتير شغالين، فده معناه ان انتوا باب رزق. ما هو المشكله ان الستات دول اللي عندهم الخبره، اما للاسف دي مش بتقطع ورق ولا بتشرح ورق، دي بتعزف. انت شفت ايديها وهي بتشتغل؟ يعني انت عارف دولي لو لا قدر الله بطلوا او كده، او احنا مثلا بطلنا الشغلانه تعرفش غيرها؟ لا مش نعرف غيرها، وفي نفس الوقت الناس اللي طلع الجيل الجديد مش عارفين يعني ورق بردي. اما عبد الرحمن نفسك في ايه؟ احنا عايزين اللي يحطنا على الطريق الصح، يعني تسويق. بس هي الشغلانه يا استاذنا كل حاجه فيها هي تسويق.